احنا ما عندناش ثقه في الله. احنا كي نكونوا عايشين مع المصايب تاعنا نتعاملوا معها بالسنه الكونيه وما عندناش ثقه في الله. قولوا منين وكيفاش حدير يا ودي؟ الله غير تخلقك كيما خممت لها، ماشي التخمام تاعك هو اللي يحلها، يحلها مولاك سبحانه وتعالى. وكي يحلها مولاك مستحيل تقدر انت تحسب لها بالتخمام، لانه ربي قال يجعل له مخرجا، معناتها يخلق لك مخرج انت ماكش تسنى فيه. يعني انت تشوف فيه حيط تاع بيطون ومن بعد تلقى فيه الباب لداخل، تقول هذا شكون دار الباب هذا؟ ربي اللي دار الباب تما وقال لك هاو المخرج، روح توكل على الله. سما المخرج عمرك ما تكون تفكر فيه انت، لذلك قال يجعل له مخرجا، هكذا يجعل يجعل، بحيث ان القضيه كي تكون تفكر فيها انت ودير لها حسابات وتلم لها الناس كامل يفكروا معاك يقول لك ما فيهاش مخرج. ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يدير لك مخرج وين انت بالحسابات ما درتوش. هذا هو الاصل، انسان يرجع، لان ربي عز وجل يغير لك الدنيا، الدنيا طبيعه ماشي الطبيعه، يغيرها كي تكون انت معاه، كي تكون كاسب المكانه مع الله سبحانه وتعالى. خلاص ومن بعد الدنيا هذه ربي سبحانه يغيرها على جد، على هذيك ما يخلعش، ما يخلعش الانسان، راك مع ربي سبحانه وتعالى. يعني هذا الشيء هذا الاتصال بالله يخلق لك العجائب، يدير لك عجب في الدنيا هذه.